المسافات عند حضراتكم بتتراوح ما بين كام وكام للمتر؟ تمام، انا عندي تقريبا في المشروع جينوفا اولا 27 فدان، انا عندي فيه كل انواع الوحدات، عندي فيه ستاندالون فيلا، تاون هاوس، توين هاوس، دوبلكسز، ابارتمنت، عندي حاجه صغيره كده اسمها بيكولو، دي زي الاستوديو بس بيكولو دي ده كلمه ايطالي علشان جينوفا اصلا هي مشتقه من جينوا الايطاليه. فمثلا البيكولوز عندي بتبتدي من اول 70 متر لغايه 110 متر، اوكي، متوسط سعر المتر فيها من 11 ل 12.5، اوكي. عندي بعد كده الشقق مساحتها من 132 عندي لحد 186، متوسط سعر المتر فيها تقريبا هو نفس سعر البيكولو، بس هو بيبتدي بستارت اب معايا من 12.5 لغايه 13. تمام كده، في عندي حاجات اقل من كده برضه على حسب اللوكيشن بتاع كل يوم. عندي بعد كده دوبلكسز، عندي بعد كده بنت هاوسز، عندي بعد كده ساندالونز، توين تاون، عندي كل حاجه تقريبا.